نحن منظمة كسرة الأمل للدعم النفسي والاجتماعي، مركز أبض المرح. اليوم سوينا معرض للأطفال بمدينة مارع. المعرض كان بعنوان أمل الطفولة. ضمن المعرض رسومات الأطفال وأشغال يدوية ومجسمات. هذا المعرض هو عمل للأطفال خلال سنة كاملة من افتتاح المركز. قدرنا نخرج الأطفال من جو الحرب ونأمن لهم بيئة آمنة ومناسبة. اليوم جينا عملنا معرض وتقدمنا فيه وتكرمنا وفرحنا كثير وصلنا على الحيطان وعملنا أشغال يدوية وعملنا هون سجارة عيد ميلاد ورجل ثلجي. Yeah,